أزمة مياه خانقة عاشها سكان قرى بلدية مدروسة بتيرت العام الماضي، والتي جعلت السلطات المحلية تسطر برنامجاً للقضاء على هذا المشكل بانطلاق الأشغال لربطها ببئر جديد. كما تعلمون هذه المنطقة اللي ربما عدد السكان تاع التجمعات السكنية 5000 نسمة هما مطمن الأبيض عين قطا والعسيلية وسي محفوظ اللي كانوا يعانوا في السنوات السابقة بشح المياه، والآن الحمد لله بعد ما أثبتت النتائج الإيجابية في هذا البئر سنقوم بعملية إيصال هذا البئر خلال حدود 15 يوم أو 20 يوم أقصى تقدير بتزويد منطقة مطمر الأبيض بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من بئر من البئر على مسافة 2 كيلومتر و 500 متر طولي. كما سيتم أيضا تزويد أحياء بلدية مدروسة مركز انطلاقا من محطة الضخ ببلدية تسنينة. سيتم أيضا الانطلاق في عملية الربط مع محطة الضخ بتسنينة وربط الخزان المائي 250 مع الخزان المائي 500، وبذلك يكون توزيع عادل بين كل الأحياء السكنية بمدروسة مركز. إن شاء الله الرحمن الرحيم في أقرب وقت يكون داري لكم الربط على المياه هذا تاع المشروع هذا. فهذه الصائفة تطمئن السلطات سكان بلدية مدروسة بعدم تسجيل شح في المياه الصالحة للشرب، والذي سينعكس حتما بصيف مريح بتوفير هذا المورد الحيوي.